مرحبا بكم في نشرة أخبار الكومبيس. يسعى قادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في كل من السويد، ألمانيا والنمسا للتعاون مع المنظمات النقابية في تلك البلدان لوضع قائمة تتضمن 10 نقاط من شأنها تعزيز النظام وحقوق العمال في سوق العمل. ويسعى قادة الأحزاب من ذلك إلى وقف تقدم الأحزاب الشعبوية اليمينية. ويلتقي لهذه الغاية اليوم المستشار النمساوي كريستيان كيرن رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين ونائب المستشار الألمانية سيغمار جابرييل في فيينا. ارتفاع أعداد الأشخاص المشردين الذين يحتاجون إلى مساعدة اللجان المختصة في جميع البلديات السويدية، وبلغت نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الماضية في ستوكهولم 50%. ووفقا لما ذكرته مديرة اللجنة المختصة في ستوكهولم ماريكا ماركوفيتش لراديو إيكوت السويدي، فإن هناك المزيد من العوائل التي لديها أطفال يعيشون في حالة تشرد، كما هناك المزيد من كبار السن الذين وبسبب رواتبهم التقاعدية المنخفضة يعانون من التشرد. وأضافت قائلة: السويد التي نراها اليوم مختلفة عندما لا يتابع السياسيون مثل هذه الأمور. وقع انفجاران في مالمو ليلة أمس الأول عندما انفجرت قنبلة في سيارة موضوعة في وسط إحدى طرق المدينة، ذلك قبل وقت قصير من انفجار قنبلة أخرى في إحدى المنازل. الشرطة حضرت إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة، مشيرة إلى أن أي شخص لم يصب جراء ذلك، وليس لدى الشرطة أي معلومات حتى الآن حول نوعية المادة التي انفجرت أو الأسباب التي أدت إلى الانفجارين. محكمة لوند الجزئية تصدر حكما بالسجن لمدة 18 عاما بحق رجل قام بطعن زوجته حتى الموت في موقف للسيارات، كما جرى الحكم عليه بتهمة التهديد والاعتداء المشدد على رجل آخر كان في الموقف وقت وقوع الحادث. كان المتهم قد قام بقتل زوجته فينيسيا 40 عاما بعد طلبها الانفصال عنه، حيث أقدم على طعنها مرات بسكين كان يحمله في موقف للسيارات في شهر نيسان إبريل الماضي. أظهر تقرير الطب النفسي أن المتهم ويدعى كيرو يبلغ من العمر 43 عاما لم يكن يعاني من أي اضطرابات عقلية أو نفسية خطيرة. أعلنت شركة إريكسون السويدية عن إقالتها 820 موظفا بمنشآتها في كل من كومالا وبروس، وذلك بعد فشل المفاوضات بينها وبين النقابة. وستعلن الشركة عن حزمة تقشف أخرى في 8 كانون الأول ديسمبر القادم، تشمل مجاميع أخرى من 3000 موظف التي كانت قد أعلنت قبل نحو شهرين من الآن عن قرار إقالتهم. ذكر التلفزيون السويدي أن الكثير من الأوروبيين يجهلون إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية للحماية من العدوى. ووفقا لنتائج التقرير فإن ما يقرب من 122 ألف شخص من نحو 31 بلدا أوروبيا لا يعرفون أنهم يحملون فيروس المرض، فيما عدا ذلك فإن الكشف عن الإصابة به يحتاج إلى وقت طويل. وقال رئيس المؤسسة أندري أمون إن 1/3 الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس يعرفون عن ذلك عندما يتطور لديهم المرض. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.